مرحبا في آخر حلقة من شرح موقع الهجرة الكندي الحلقة 20. إن شاء الله بتكونوا استفدتوا. أكيد عندكم أسئلة وأكيد عندكم استفسارات، بدي إياكم تعملوا your homework، تحاولوا تشوفوا شو الأسئلة اللي عندكم، حطوها في الكومنتس عشان نقدر نسأل المستشار اللي بدنا نجيبه عشان يجاوب على أسئلتكم، إذا استطعنا إن شاء الله ندعيه قريبا جدا. خليكم معنا وتابعوا هاي الحلقة، الحلقات السابقة عملوا لها شير، أهم شيء تعملوا شير وتعملوا سبسكريبشن عشان يوصلكم كل جديد من اللي بنجده على هذا على هذه القناة اللي هي قناتكم. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في الحلقة 20. راح نحكي اليوم، يمكن تكون آخر حلقة بهذه السلسلة، صراحة كانت سلسلة طويلة لكن استمتعت معكم، استفدت كتير من أمور إن شاء الله تفيدكم. زي ما حكينا لازم تستشيروا مستشار هجرة موكل عشان يقدر يعطيكم معلومات موثقة وصحيحة. الآن زي ما ندخل على جوجل نكتب CIC وأول موقع بيطلع لنا اللي هو تبع الهجرة الكندي أو الموقع الحكومي. بدنا نحكي اليوم عن كيف تعمل أكاونت أونلاين. كيف تعمل أكاونت أونلاين؟ في عدة طرق. أوكي، الآن الطريقة الأولى إذا عندك بنك كندي بتقدر تدخل عن طريقه، ما في عنا. بعدين لا، إحنا بدنا ندخل على الجي آي. هلا هون إذا أنت عندك يوزر نيم وباسورد تعمل ساين إن، إذا ما عندك سيمبل واي تو ساين أب. ساين اب اول شيء بتحكي اكسبت، بعدين كرييت يوزر نيم، نحكي جمال ويلكم مثال. اوكي كونتينيو، تكتبوا طبعا هون تشيكن، هدول الشغلات اللي ممكن تسويها، واذا قال لك كلهم صح فالباسورد بكون ممتاز. الان بتكمل شو هذه الاسئله اللي بعطوك اياها بس عشان تتذكر الاكاونت. What way your favorite child toy؟ نحكي bike. طيب my memorable person، نحكي محمد whatever. ونحفظهم هدول اللي هو مثلا ايش هذا هو التاريخ مثلا يوتيوب. اوكي مثال ممتاز، خلص انا هيك عملت اكاونت الي وبقدر ادخل اشوف كل اشي فيه. الان هذه الشغلات اللي لازم تعرفها، لازم تقرأها كويس، تعمل اكسبت اذا مش فاهمها. هون اسمك، بتحط اسمك last name، بتكمل مثلا جمال last name، طبعا لازم تحط الجي كابيتال، last name اي حاجة، الايميل راح يبعث لك طبعا ايميل، انا بديش احط الايميل الصح لكن ممكن تحط yahoo.com whatever، please select english او french و continue. اوكي هون بدي اكمل لك الاسئلة وبعدين continue continue. بتكون انت عملت اليوزر نيم والباسورد، اسئلة سهلة، بعدين بتقدر تدخل الابليكيشن تبعك وتتابع الابليكيشن عن طريق هذا الموقع. شكرا لكم كتير 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 على اهتمامكم بهاي الحلقات، وان شاء الله تكون هاي الحلقات استمتعتوا فيها، استفدتوا منها. الموضوع شيق جدا ومهم جدا، حاولت اعصر فيه كل ما استطيع من خبرة موجودة. انا ارجع احكي انه لست خبير ومستشار هجرة، ولكني جتني اسئلة كتير وعم بحاول اساعد الناس، فبدي دعواتكم ولإلي ولوالدي، وان شاء الله رب العالمين نراكم في حلقات ثانية في سلسلات ثانية وتستفيدوا منها وتعمل فايدة على الجميع. بليز بكم تدعموني وتساعدوني، اعملوا لي سبسكرايب لهاي القناة، اعملوا جرس الانذار، جرس التنبيهات عشان يوصلكوا كل جديد، اعملوا لايك لهذا الفيديو والفيديوهات السابقة، واعملوا لها شير مع اصدقائكم، بركي واحد استفاد وقدرنا نستقبله في كندا.
إذا عجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة واعملوا شير مع أصحابك.